إذن أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا عبر مراسلنا قبل قليل، حيث استشهد 15 فلسطينيا وأصيب ما يزيد على 130 إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وأنوه إلى أنها هذه هي المدينة التي قالت إسرائيل في أحدث بياناتها إنها ستكون ملجأ آمنا للمواطنين الفلسطينيين الذين سيجبرون على الخروج من مناطقهم في خان يونس إثر استهداف هذه المدينة، مدينة خان يونس. إذن قصف في رفح يؤدي إلى سقوط 15 شهيدا و130 جريحا وفق ما أفادنا به مراسل العربي. هذه المدينة جنوبية قطاع غزة، ويفترض أن إسرائيل أكدت في أحدث بياناتها أنها آمنة للمواطنين الراغبين بالخروج من خان يونس، ولكن ما يظهر على الأرض من بيانات يشير إلى أن القصف موزع بالتساوي على مناطق قطاع غزة، ينال كل منطقة حصة من هذا القصف.